اهلا وسهلا بكم. نعمل اول وصفه في حلقه النهارده اللي هي السامي فريدو مع الملبن. والسامي فريدو ده يعني نقدر نشبهه شويه بالايس كريم، بس هو مش ايس كريم قوي الحقيقه، لكن يعني بيتحط في الفريزر وبيبقى ساقع وبيتاكل لذيذ. وبالتالي بمناسبه شهر رمضان هنحط فيه ملبن علشان يدي طعم لذيذ، وكمان هنحط فيه مية ورد عشان تدينا النكهة من نكهات الشهر الكريم. ومقادير السامي فريدو هتكون 2 كوب سكر، 3/4 كوب مية، 2 بيضة، 1 كوب كريمة مخفوقة، 1 كوب كريمة حامضة، و2 كوب ملبن مقطع، 1 كوب مية ورد، 1 معلقة كبيرة مية ورد، 1 كوب كريز مسكر. أول حاجة هنعملها هناخد المية والسكر ونحطهم على النار ونسيبهم لحد ما يوصلوا لدرجة حرارة 118 علشان نحطهم بعد كده على البيض ويطبخوا لنا البيض، علشان هي دي الحاجة الوحيدة اللي هتطبخ البيض. احنا مش هندخله الفرن ولا هنسويه على نار ولا اي حاجة، السكر هو اللي هيطبخه. وبعد كده لما نفضل نضربهم لحد ما يعملوا زي فوم كده او يبقوا لونهم يبقى فاتح ويبقى لهم ملمس كريمي، وبعد كده هنضيف لهم الكريمة والكريمة الحامضة ومية الورد، وبعدين هنقلب فيهم الكريز المسكر والملبن اللي احنا قطعنا قطع صغيرة. ودلوقتي السكر والمية ابتدوا يوصلوا لدرجة الحرارة اللي احنا عايزينها، فنبتدي دلوقتي نحط البيض في العجينة ونبتدي نضرب علشان نجهزه لما السكر يخلص. على طول نحط السكر فوق البيض وهو بيتضرب. ودلوقتي ناخد الخلطة بتاعت البيض والسكر ونجيب جزء من خلطة أو جزء من الكريمة الحامضة ونقلبها معاها بالراحة خالص، في الأول شوية صغيرين وبعدين الباقي. بعدين نعمل نفس الحكاية مع الكريمة. وطبعا ما ننساش نحط مية الورد ونقلب. ونحط الكريز المسكر
والملبن ونقلبهم كلهم مع بعض، ونجيب ممكن صينية أو حتى كوبايات أو أي حاجة، سيليكون أو حديد أو إزاز، زي ما احنا عايزين نقدمها، ونبتدي نغرف السيمي فريدو بتاعنا. نحاول نوزع الملبن والكراز بطريقة متساوية في القالب، وبعد كده نملاه طبعا هننضف لو جاء على الجنب اي حاجه، وندخله الفريزر. ونجيب اللي احنا مجهزينه من قبل كده.